رجعنا لكم مرة تانية طبعا بعد الفاصل عشان نواصل مع حضراتكم الفقرة الحوارية، الفقرة الحوارية اللي بنستضيف فيها اتنين من نجوم النقد الرياضي على المستوى مصر على مستوى العربي وخاصة في كرة القدم. معانا طبعا الأستاذ عصام شلتوت مدير التحرير التنفيذي بجريدة اليوم السابع، وأيضا الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي بجريدة الأهرام، للحديث طبعا عن ملفات كتيرة جدا بتهم الساحة الرياضية واللي فعلا فرضت نفسها بقوة على يعني علينا، وأكيد هنتكلم على لقاء القمة. بنرحب بيكم استاذ محمد، اهلا بيك، منور معانا في البيت الكبير. نورك يا كابتن عصام، بيتك. اهلا كابتن، حضرتك منورنا دايما، دايما البيت الكبير عامر بالحبايب والناس اللي بتطلع تقول كلمه تليق بالبيت الكبير فعلا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. خلينا نبدا على طول، واكيد هنبدا بمباراه القمة. اكيد كلنا كنا بنتابعها امبارح، وكلنا كل واحد فيه بمختلف انتماءاته كان عنده طموح معين وكان عنده توقع معين بشكل او باخر على المستوى الاجهزة الفنية، على مستوى الجماهير، على مستوى الادارات. فعايز اعرف رأي حضرتك وابدأ بيك، يعني بتتفضل معانا فكرتك او رؤيتك، او انت شفت المباراة ازاي؟ لا، شفت المباراة من المرات اللي تتحسب علينا قمة يعني، او ديربي، لانه ده واحد من 20 ديربي محسوبين في العالم، وبالتالي كنا ساعات بنخشى انه ما تبقاش لائقة بسمعة الكرة المصرية وسمعة بقى الكبيرين، زي كل بلد ما عندها دايما الديربي او الكلاسيكو بتاعها. المرة دي كان في ماتش كورة بنسبة كبيرة جدا، ماتش كورة يعني كل مدير فني فيهم مؤمن بخطته بتكتيكه بالشغل اللي اشتغل عليه، نفذ خططه في الملعب. شفت كمان بس ان احنا يعني في طريقنا للافضل محتاجين نرصد اللي باقي عشان فعلا تستحق الكرة المصرية. ايه البروتوكول بتاع الفار؟ طبعا الحقيقة مسألة الاجراءات الاحترازية وكذا ماشية كويس، لكن فجأة سمعنا ضجيج جماهير وشفنا في المدرجات يعني ابناء مسؤولين، خلينا اقولها لك بصراحة، انا ما اعرفش ده كان حتى مكتوب جنب النص بتاع الاعلاميين والصحفيين في اضيق الحدود، فجأة لقينا اشخاص مدعوين الله اعلم، ضجيج جماهيري. لا اعتقد ان مجالس الادارات يعني ممكن هي اللي تكون بتقوم بردة الفعل الجماهيرية دي، لابد ان احنا نقول انه الحكاية دي محتاجة تسليط الضوء من اجل مزيد من ان الصناعة بتاعتنا تبقى اكثر التزام في اوقات العالم كله بيرصد قد ايه احنا واصلين، زي ما شاء الله مناحي كتيرة في الدولة، زي ما رجعنا الدولة. الجزء الفني بقى هنتكلم فيه، خد وادي فيه كلام زي ما انت عايز، لكن دي من وجهة نظري اهم المشاهد. حتى الان برضو محتاجين من ادارات الملاعب انها تتبنى فكرة يعني ان يبقى فيها ابليكيشن ما زي كل العالم، وشاشاتنا ما شاء الله وملاعبنا يعني فعلا كلاس ايه دلوقتي، لكن ما هواش البديل صوت من مكبرات صوت جمهور يا كابتن هاني يعني. طبعا. لا، محتاجين نشوف الناس شغالة على ايه ونحاول نجيب نفس التكنولوجي ده، لانه واضح انه يعني نقلة مهمة احنا جديرين بيها، احنا فعلا قدها وقدود، لكن في القلب من كل ده الفار وسنين. هنتكلم على الفار صحيح. طب استاذ محمد، دي كانت رؤيه الاستاذ عصام ان ما زال يعني لقب مباراه القمه لم يرتقي للمستوى المطلوب، دي نمره واحد. الجزء الثاني اتكلم برضو على وجود بعض الاشخاص زياده والتزام طبعا بالبروتوكول، لكن في لسه النظام حضور الناس الحاضره غير منتظم. حضرتك شفت بقى يعني شفت المباراه ازاي؟ يعني يمكن انا شايف المباراه دي واحده من 34 مباراه اللي هو السيزون بتاعك كله، واحده من مباريات الدوري يعني. واحده مباريات الدوري، ثلاث نقاط يعني كمباراه لو حطيتها ضمن كل المباريات اللي موجوده يعني. لكن تظل القمه بين الاهلي والزمالك قمه تاريخيه دايما، لانها الاهلي والزمالك في الثقافه بتاعتنا كمصريين، ومن هنا بياتي اهتمام المباراه بغض النظر عن مستوى اي فريق منهم او المراكز او الموقع اللي موجود في جدول الدوري. لما نلاقي الاهلي 56 نقطه والزمالك 42، فرق كبير جدا، اللي يشوف يقول مش قمه يعني، القمه اثنين قريبين من بعض يعني، لكن هي مربوطه بنوع من الموروث الثقافي التاريخي ده اللي بيعملها نوع من الحساسيه ونوع من الاهتمام، والبعض بيطلق عليها بطوله خاصه. بطوله خاصه فعلا، لكن هي بطوله خاصه معنويه، لكن ليس بطوله خاصه في الدوري يعني. انا لو الاهلي كان فاز بيها عادي، لو الاهلي تعادل عادي، لو الاهلي خسر برضه الامور عاديه جدا مش كارثيه يعني. اول الاهلي
بيلعب 20 مباراه قبلها بيكسب 18 مباراه وبتعادل في ماتشين. يعني شيء رائع وانجاز رائع للاعبين وللمدرب وحاجه عظيمه جدا. وقبل توقف الدوري كان الاهلي في السماء والناس بتشيد بالمدرب والاداء بشكل كويس جدا. فشايف ان هي مباراه عاديه لا يجب ان احنا نحملها اكثر من طاقتها ولا يجب ان نزيد منها. بالعكس انا شايف ان الخساره للنادي الاهلي في هذا التوقيت رائع، لانك انت خسرت في بطوله شبه محسومه بالنسبه لك كدوري. اعتقد ان في اخطاء ظهرت سواء من جانب اللاعبين او من جانب الاداره الفنيه للمباراه، تصحيحها مهم جدا قبل المعركه الكبرى الافريقيه اللي انت بتسعى اليها بقالك عدد من السنوات. صحيح. هو استاذ عصام من خلال حديث استاذ محمد استخرجت كلمه يعني جزء مهم جدا، ان بيقول لك لسه من حوالي يومين او اسبوع او 10 ايام اللي فاتوا كان كل بيقول ان الاداره الفنيه على مستوى عالي جدا وان اللعيبه على مستوى عالي جدا. ده جابني لنقطة مهمة جدا، هو ثقافة شوية الجماهير الكورة في مصر، انك يعني مع الهزيمة بتدوس قوي على الناس وبتوصل لدرجة صعبة جدا، انك لسه من 3-4 ايام بتقول ان احنا عندنا احسن جهاز واحسن لعيبة، مجرد هزيمة في مباراة يبقى بقينا وحشين قوي وعندنا اوحش ناس واوحش لعيبة. فانا شايف او حتى في المكسب، يعني حتى في المكسب بيبقى عالي جدا، بترفع الناس عالي. فامتى الثقافه دي تتغير ان احنا فعلا نحكم على الامور بمنطقيه شويه؟ لا هي الامانه يعني مش تتغير كابتن هاني، وانت لعبت بره يعني ما حدش يقول ان الكلاسيكو الالماني او الديربي الالماني الناس بتعتبره واحد من مباريات الدوري مهما كان ثقافتهم الكرويه، لانه هو يوم لوحده في رانك لوحده. لكن هو المراد تغييره هي فكرة ان انت تفقد ثقتك، ومن ثم حوار انت اقامته حوالين قناعاتك بعمل متكامل، عمل فني بغض النظر بقى تديله كم من 100 في الماتش ده، لكن ما تفقدش بقى الثقة في هاني رمزي فجأة بعد ما كنا بنقول رمزي رمزي اللي بنحتفي بيه زي ما بينادوله في اوروبا، وشفناه فجأة نقول يا راجل ده بيعرف يلعب كرة. ده اللي بتكلم عليه اللي هو النقلة 180 درجة عشان المباراة. المدلول الجماهيري هيبقى، هي طبعًا بتبقى في الذاكره دايما. ربما مناوشات الجماهير لو اخلي منها يعني ضرب كسر سب، الحقيقه الباقي فاني ولطيف وبيتعمل بيه في كل الحضارات الكرويه اللي احنا نستحق نبقى زيها. انما الفكره بقى الا تكون انت مش معول هدم والكلام ده، انك تكون فجاه انت الخاسر النتيجه، يعني كثرة ما تحدثت عنه من أمالك وطموحك للفريق ينهار فجأة. هنا بقى دي الثقافة التي يجب تغييرها. صحيح. أولا لأنك أنت محب محترف، يعني اللاعب لاعب محترف، وأحيانا محب لما بيكون بينه وبين شعار النادي يعني ودي ظاهرة عالمية مش بس عشان إحنا هنا. صحيح. عاطفين في كل العالم، لكن أنت بقى محب محترف، وبالتالي ما تروحش أنت اللي رامي الطوبة، يعني خليك مستني لكتلة من المباريات، خليك طالب التعويض، خليك طالب التصحيح. ده على فكرة كل ده وإن كان يبقى حق للجمهور لكنه ما يزيدش عن 30%، لا المتفرج ولا أعظم متفرج، هو بالضرورة فني، لكنه الكرة اعتادت أن الكل مدرب على الأقل يوم المباراة قبلها بيوم وبعدها بيومين ثلاثة، فما بالك أما بيبقى ديربي. هنا يجب أن أنت تقف وترصد ك راجل محب محترف للنادي ومحترف، دي انا مصر عليها لان هذا هو الانتماء الحقيقي. وبالتالي انت عاوز ايه من الشعار بتاعك؟ انت عايز ايه من التيم بتاعك؟ اطلق صيحه اذا ما رايت يعني بعض الاشياء تحتاج ان انت تتكلم فيها وحابب حد يسمعك، لكن اترك ليه الرؤيه الفنيه واسمع منه ما يطمئنك. ربما الناس برضو بتستشعر انه يطلع مثلا المدير الفني النادي الاهلي مش مثلا اكيد فايلر فيقول انها مباراه ضمن كوتا من المباريات على مدار الموسم وهي بثلاث نقاط، ده صلب عمله على فكره. ما تحولش انت كلامه ها تاخدوش من الناحيه الثانيه ان هو ما عندوش كلام ولا مستهتر وانه ما عندوش كلام يقوله وان محترف ايه يا عم وانت مش عارف ان ده الاهلي والزمالك يا عم وهكذا. وكمان حين يفوز لا ترفعه علان السماء، يعني هي ليله احتفاليه خاصه، والدليل ان كل الدربيات في العالم بتتحسب، القمه 120. صحيح. القمه 90، القمه 17 سواء هنا او حتى في الخمس دوريات الكبرى. صحيح. وبالتالي عدم خلط الامور هو اللي هيطلعنا بمفاهيم اولا للاداره بقى صاحبه الحق الاصيل في تطوير في تصويب في تصحيح،
بترصد في المواعيد الكبرى يا كابتن هاني، مش في كل المباريات طبعا، كل الاجهزه شغاله ما بين جهاز فني اداري اذا كان هناك ما يسمى لجنه كره، اداره كره، مدير فريق او مدير كل وتقريره يعني، لكن في النهايه ما تخلطش الامور وفجاه تشعر انه لا عمل ولا ميزه ولا حتى السلبيات يمكن علاجها. ده انت لا فجأة طبعاً لا طبعاً الدنيا لا ما ده اللي بتكلم عليه يا استاذ محمد، وهذا هو الفارق بين المواطن العادي والمواطن الكروي اللي هو محترف شغل. خلينا نتكلم يعني النقطه حضرتك يعني هعيدها تاني، انك في وقت من الاوقات انك وقت الهزيمه يعني بتوصل بتكسب طبعا وبالمجهودات اللي حصلت كلها، رغم ان دي مباراه كره قدم. خلينا نتكلم اولا واخيرا، مباراه مميزه امام المنافس ليك على مر التاريخ، لكن مباراه كره قدم، ولكن كمان لما بتكسب بتبقى الافراح كبيره جدا جدا وبنكبر الموضوع جدا جدا. فالرؤيه حضرتك شايفها ازاي من الجزئيه دي؟ يمكن احنا كعلمين بنقعد نرصد ردود الافعال والتصريحات بتاعت الناس. انا في ناس كانت بتتكلم على فايلر قبل كده، المدرب الاسطوره، المدرب الشخصيه، المدرب اللي عمل شخصيه للنادي الاهلي، والحقيقه احنا ده شفناه، ده حقيقه، لان الاداء اللي كان بيعمل بيه فايلر قبل كورونا يعني ستايل ربما ما شفناهوش في مصر قبل كده، اللي هو الضغط الهجوم والضغط المكثف والضغط في اي مكان موجوده فيها الكره، انك انت كنت بتعمل زي النحل حوالين الكره بتاعتك، كنت بتدوخ الفريق اللي موجود معاك، فعامل ضغط مستمر، بتستحوذ اكتر، بتجيب اهداف اكتر، ادائك هجومي طول الوقت، اطرافك بتشتغل بشكل كويس جدا، عمق الملعب عندك شغال، كل ده يعني الاهلي كان خليه كامله بتتحرك حوالين اي منافس كانت بتتعبه وترهقه شديد جدا، يعني لدرجه ان هو كسب 17 مباراة و 18 مباراة على التوالي بدون توقف يعني. فده كان أداء عظيم لفايلر، فالناس أشادت بيه وانبهرت بيه، وكل المحللين في كل الفضائيات وكل خبراء الكرة بمختلف أعمارهم السنية وأجيال والأجيال اللي ظهروا فيها كانوا بيشيد بريني فايلر بإشادة غير ده على المستوى الفني طبعا. على المستوى الفني ارصد بقى الجزء بتاع المحترفين فنيا ازاي بيقرروا رأيهم في بالظبط. فلما يجي مستر فايلر يخسر في مباراة، هذا ليس دفاعا عن فايلر ولا الشحنة الموجودة، لا بص هو هناك أخطاء فنية وهنتكلم عليها طبعا بالظبط. النادي الأهلي بشكل عام بيتعامل جملة وليس قطاعي، دي قاعدة في النادي الأهلي بشكل عام يعني. فلما أعمل 20 مباراة بهذا الشكل المميز واجي في مباراة حتى لو قدرتها فنيا غلط، حتى لو كانت في أخطاء، حتى كان هناك تغيير في طريقة اللعب أدت إلى الشكل ظهر بيه الأهلي، ده عادي جدا بالنسبة للمدرب، وخصوصا هو بيدرب في حاجة طبعا مباراة الأهلي والزمالك مهمة كلنا متفقين على هذا الأمر، لكن هو خد قرار وجرب في هذه المباراة وخسر المباراة. ده مش معناه إن فايلر انتهى أو فايلر خلص أو شخصية فايلر اللي كان بيها المرعبة اللي كان موجود بيها والنجاح المبهر تحول إلى فشل، هذا كلام غير مظبوط وكلام غير منطقي. مستر فايلر لغاية دلوقتي لو هتديله تقدير في أدائه، الراجل متصدر الدوري وحسم البطولة تقريبا حسم البطوله قبل يعني اسابيع كتيره جدا، احنا تقريبا في اسبوع 21 وده شيء عظيم جدا نادرا ما فريق بيعمله في العالم. الراجل وصل نصف نهائي دوري الابطال بشكل قوي بشكل مميز ومرشح بقوه ان شاء الله يفوز بالبطوله، فانا شايف ان الراجل عامل نجاحات كبيره جدا في النادي الاهلي، لا يجب ان نهيل عليه اضطراب بمجرد خساره مباراه ايا كانت هذه المباراه. انا شايف كمان من يعني وانا بقدم يعني فقرتنا النهارده بقول، وانا كنت لعيب كره وعارف ان في اوقات معينه بتبقى مهم جدا انك تخسر. الناس يعني هتقول العباره صعبه شويه، يعني ايه مهم جدا انك تخسر؟ يعني مهم جدا انك الخساره ممكن جدا تقويك بشكل معنوي اكتر. صحيح ان الخساره ممكن حتى على مستوى الاداره الفنيه، على مستوى الاداره الاداريه كاشفه ليك. بالظبط كاشفه، وكمان بتبين لك انا كلاعب بتبين لي لا ده الموضوع مش سهل، حتى بطوله الدوري لا ده انا لازم اشتغل فيها بشكل افضل، ده عندي بطوله مهمه جدا بطوله افريقيا، فابدا اشد نفسي تاني بلغه الكره. صحيح. بشد نفسي تاني بشكل مميز جدا. فساعات بتبقى الخساره يعني مش هقول لازمه، لكن كلنا متضايقين، لكن ساعات تبقى الخساره يعني مفيده. حضرتك شايف ان ممكن خساره النادي الاهلي او كلامي اللي بقوله ده، ممكن خساره النادي الاهلي مباراه الزمالك ديت تبقى شيء ايجابي جدا ونشوف عوده قويه جدا للنادي الاهلي، او الضغوط على اللاعبين والاصابات الموجوده والغيابات والسوشيال ميديا يمكن النيجاتيف منها ممكن ياثر على مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه؟ شوف هو الاخطر في الموضوع
هو تغيير رأي أهل الخبرة أو أهل المهنة المحترفين لحضرتك بالظبط. ما ينفعش تكون أنت هاني رمزي وقايل لي على مدار 17 أسبوع زي ما صديقي العزيز محمد القوسي قال، بتكلمني عن معدلات أداء، بتكلمني عن رؤية لمدير فني، ثم فجأة تقول له كشفناك يا حلو بالبلدي يعني. ما هو ده مش منطق الحقيقة مبدئيا يعني، بما له من إيجابيات وما عليه من سلبيات، وبالتالي أنت محتاج تغيير هذا الهوى يعني. مش بقى انا مش بقول لا تفصح عن شخصيتك باللون اللي انت عايزه، ما هو كمان فكره المحايد دي فكره كاذبه جدا، مفيش حد محايد، لكن احترام الجمهور انك لما صحيح. تطلع له ما لم تكن بتتولى امره اعلام ملون زي مثلا قناه نادي الاهلي، قناه نادي الزمالك، قناه ريال مدريد، قناه برشلونه، خلاص هنا انت تتولى امره البيت الكبير تمام. انما لما تخرج للعامه بالشارة العامة لازم تقول كلام مفيد، أرصد ما تراه، لكن مش فجأة اللي هي الهندسة أنا كنت ضعيف فيها بس 180 درجة ولا 360 درجة واحدة منهم يعني، اللي هو التغيير العكس يا كابتن هاني 360 خليها العكس خالص. وبالتالي الإيجابيات لا تأتي أبدا دون الكشف عن بعض السلبيات، إنما هو بس الخواجة دايما بيفهم اكتر من البني ادم، واحنا مش متعودين نسمع الكلام الحقيقي ده. بمعنى ايه؟ لما هو بيقول كده هو ما بيطفيش فرحه الزمالك ولا عاوز يغيظ جمهوره الاهلاوي، انما هناك جزء فني يتحمله طبعا. هو يعي تماما ان دي مباراه اسمها ديربي، اسمها كلاسيكو، برانك خاص طبعا. انما ما دخل الاداره يعني، حتى وانت بتنوي تقليب الناس طب ما دخل الاداره، الاداره الاداريه في الجزء الفني ده، هل الإدارة الفنية يمكنها تشكيل الفريق؟ هل الإدارة الفنية يمكنها لاعب فلان وما تلعبش علان؟ إذن حدد الاختصاصات، حدد الزاوية، ثم اتكلم بقى وارصد أخطاء. أنا امبارح الحقيقة يعني كنت في حالة يعني يصعب فهمها، أكني مبتدئ في المهنة. ليه؟ من شخصيات كروية مش بس على المدرب او 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 حتى جهازه الفني او حتى حد مثلا طلع يقول لا ان الاهلي يحتاج مثلا خبير، وده حقيقي خبير نفسي الاهلي، لو حبينا نشوف فيه جهاز طبي اجنبي ولما لا اذا لم تضق السبل امامنا يعني، لانه احنا كمان عندنا ناس بتخرج وبتشتغل في الخارج، ده مش عيب. انما اس فجاه ما يطلق عليهم خبراء يتحدث ان هناك لاعبين في النادي الاهلي لا يستحقوا انهم يبقوا موجودين، الحقيقة كمان غير انه غير مقبول. الكلام ده معناه ان حضرتك كنت ساكت على الاقل 17 اسبوع، مش هقول لك بقى سنتين ساعة ما مضر الولد العقد او النجم العقد. وبالتالي ايه تغيير الاتجاهات دي وايه مداعبة الجماهير ده كابتن هاني؟ وده حق للناس انها تعرف، حتى لا نصل لمرحلة انك دايما تتكلم عن الجمهور والسلبيات وكأنك بتتكلم عن البنزين والكبريت. لا صحيح صحيح، ويمكن حضرتك اتكلمت في نقطة وانا برضو يعني من خلال كلامك طلعت ان كمان حتى المدير الفني لما بيطلع بيقول بيعلق على المباراة وبيقول رأيه، خلينا نتكلم بكل امانة ان ممكن جدا يكون رأيه مختلف، ولكن الرأي اللي بيتقال لازم يحافظ على لعبته، لازم يحافظ على، وده اللي اتعلم يعني. انا اتعلمت الكلام ده ان انا مش هطلع يعني ممكن اقول النهارده المباراه في بعض اخطاء، لكن ايه المشكله ان احنا لعبنا 20 مباراه ان احنا نخسر مباراه؟ انا اسف لمقاطعتك، دي من ثقافتنا. من تسعات احنا بنسمع في مؤتمرات ويسال اوزي تسال مدير فني اجنبي خاصه لو قادم مع فريق ما تمصرش شويه، فتقول له ماذا الاسئله بقى بتاعتنا اللي ما بتسالش الا هنا، ماذا ستفعل بعد ان انهزمت؟ اعتقد انت برك هتسمع الكوتش بتاعك وبيقول له سنذهب مثلا الى الدش والعشاء ونعمل غدا، هنا هعتبرها انا تريقه. لا كمان حمايه ان حمايه لعبتك على فكره هي. انا عايز اقول لك هعتبرها انه بيتريق عليا زي ان عندنا عمل وكذا، انا عايز اقول له انت ما لعبتش هاني ليه ولعبت القوسي ليه؟ انا عايز استمتع بكوني منافس فني ليه، ودي كوارث الحقيقة. لا طبعا منافس فني، خلينا نحط كل واحد في الإطار بتاعه. ممكن أنت حضرتك بتتكلم فني بشكل معين وليك قدرات فنية، لكن دايما الإدارة الفنية بترجع للمسؤول داخل الفريق وهو فايلر. فالثقافة دي كمان هنتكلم عليها ونفتح ملف فيها، إنك حتى إدارة الحوار ما بعد المباراة، إن المدربين بنشوف المدربين زيدان بيطلع يتكلم إزاي، جارديولا بيطلع يتكلم إزاي،
يورجن كلوب بيطلع يتكلم ازاي. صحيح. لازم بيحمي فرقته حتى لو خسران طبيعي. دي ان شاء الله ده ملف نتكلم فيه. لكن يعني المدرب طبعا هو المدربين الكبار وحضرتك طبعا اتعاملت مع ناس كتير بهذا الشكل هم اللي بيطلعوا يتحموا ده حتى لو شاف ان اللاعبين اخطاوا حماية للعيبه يعني بيعتبر ان هو حائط الصد القوي بالنسبه للعيبه. لكن برضه باكد ان الواحد اللي مندهش منه هو الكلام حول ان البعض دلوقتي بيحاول يحسسك ان فريق الاهلي حصل لها نوع من الانهيار الفني وان لابد حان الوقت لتغيير جلد النادي الاهلي. يا عم ده النادي الاهلي من ماتشين ثلاثه كان اعظم فريق في العالم وبيدمر اي فريق وبيكسر عنق اي فريق فنيا جوه الملعب. يعني يا جماعه الامور لا يعني لا تؤخذ بهذا الشكل. يعني مش مجرد خساره تخليك يعني تهدم المعبد علما فيه. الناس تهدى عادي جدا وارد جدا اي خساره في لعب. برشلونه اللي هو من اعظم فرق في العالم يخسر 8 8 في بطوله اوروبا يعني ما فيش يعني مشكله خالص. اتكلم يعني على المان سيتي خرج من ليون يعني ما كانش بحد متصوره خالص 3-1 يعني رقم يعني. رقم كبير. ليفربول بعد ما رجع من كورونا وكان خلاص شايف حاسس ان هو اتلقى العديد من الهزائم بشكل غريب جدا يعني ده بيحصل مع كل الفرق العالميه. وكمان ما فيش فريق في العالم بيفوز مدى الحياه يعني وبيكمل كل الهدف انك تحقق البطوله. تتعثر جوله تتعثر جولتين تتعثر ثلاثه كل فرق الدوري المصري خسرت يعني من ثلاث هزايم على الاقل. يعني النادي الاهلي اول خساره ليه موجوده في بس استاذ محمد برضو مهم جدا وبناشد يعني الناس اللي بتشوفنا ان احنا هنا ما بندافعش على خساره النادي الاهلي. احنا عارفين كويس قوي ان في خساره وفي اخطاء والاخطاء دي اكيد بتتصحح على الاداره الفنيه. النهارده كمان كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط قعدت مع بايلر ده تصحيح اخطاء. فمش عايزين حديثنا لا لا. يكون مبرر ان يكون خالص. النادي الاهلي اللي اتغلب علشان ليست مبررات ليس ما انا عشان انا بخاف لا لا لا. الصوره دي توصل للناس. احنا بس انا بتكلم بشكل عام ولو بقول الكلام ده لو في اي قناه انا هقوله لو رحت في اي برنامج طبعا هنقول نفس الكلام. ليه؟ لان احنا بنتكلم على رؤيه عامه. الخبراء الفنيين المحترفين اللي كان فايلر نجم التدريب في مصر فجاه اصبح مدرب فاشل. طبعا الكلام ده ما ينفعش مع اي مدرب او مع اي لاعب. طيب. يعني المفروض الامور تمشي بهذا الشكل. يعني مفروض. انا بقول ان الخساره في هذا التوقيت تحديدا لو بتكلمنا بقى جوه قناه النادي الاهلي الخساره في هذا التوقيت مفيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وانا شايف ان الافضل ان الاهلي كان ممكن يختار افضل من كان يتعادل بهذه الحاله وبهذا الشكل. لان الاهلي كان كسب بهذا الشكل كان ممكن يروح مباراه الوداد وتحصل لنا كارثه في هذا أيه. الامر يعني أيه. انت دلوقتي اتكشف عندك اخطائك في الدفاع اخطاء في الطرف الاخطاء الفكريه اللي عندك. اكيد فايلر هيراجع حساباته. هنناقش مع حضراتكم ده مهم كمان جدا نتكلم فيه. نناقش استاذ عصام كنت عايز تقول حاجه تعالى على حاجه مبررات بقدر ما احنا احترامنا للناس لازم يكون ان احنا بنحط له الماده اللي هنتكلم حواليها لو دي مقدمه حتى لملف هنفتحه. هي الفكره مش حكايه ان الاهلي حين ينهزموا ايه يعني او ما هي مباراه مثلهم لا خالص. لكن هي الفكره حتى اللي بيغير رايه ده لانه لازم يعرف ان وراه جمهور كبير بيتلقى منه وبيثق فيه. ازاي هو يطلق ده ويسيبه كده يا اخي؟ طيب اذا لقيت ارهاصات لما يحتاج التغيير الشامل في النادي الاهلي اخطاء بتعتبرها فنيا كارثيه تمام لكن اديها كتله من المباريات. يعني ما ينفعش التصحيح مع كل مباراه او طلب ثوره التصحيح بعد كل مباراه ان صح التعبير. ما ينفعش تقول انا عشان رايح الوداد لا بقى كده فايلر ما عادش نافع وثمانية ستة لعيبه مش نافعين. انما قول مثلا افتقد الاهلي في هذه الليله قائد في الملعب. يعني ارصد لنا شويه حاجات خلينا نرصد مع حضراتكم منها حتى الراجل نرصد مع حضراتكم اخطاء مثلا المباراه اللي فاتت. نبدا بالتشكيل على سبيل المثال. هل ده كان التشكيل الامثل لبدايه مباراه نادي الزمالك؟ لا يعني انا من وجهه نظري ما كانش التشكيل الامثل وده الكل اجمع عليه لان مستر فايلر اول مره عنده ثلاثه اللي هم بيلعبوا ديفندرات سوليه ديانج حمدي فتحي. الحقيقه اللاعبين الثلاثه يطمعوك ان الثلاثه تستفيد بيهم يعني فربما اراد ان هو يستفيد بيهم فغير. فالتغيير ما جايش بالشكل المطلوب ما جابش النتيجه المطلوب. ثانيا لما ما فيش القائد يا كابتن اللي موجود اللي هو قفشه ان كان يبقى موجود تحت المهاجمين اللي هو يلعب الفرقه يصنع العاب يمرر يعمل اللي هو عمله لما رجع نص الملعب شويه بالظبط عمله لما رجع نص الملعب ولما بدا يعمله في نص الملعب كمان طلعه بره فافتقد الاهلي اللاعب اللي موجود. احنا بنقول ادينا بنتكلم في اخطاء انا بتناقش معاكم قاعدين بنتناقش قدام الناس في اخطاء عادي جدا ولو يعني. تسمحوا لي كمان اتدخل واقول رايي يعني هي الفكره كلها ان هو في الاخر هو الحاكم بامره كرويا زيه زي اي مدرب طبيعي. حتى الراجل الطيب اللي كان بيعمل فرقه في شارعنا وشارع القوصي. انما هو بس الناس دي ما بتقلقش من فكره التغيير ما بيقلقش من فكره التجريب.
مين أدراك إن هو مش عنده أفكار مش جديدة؟ لا، إن هو آن الأوان إنه نجم زي أحمد فتحي، بقول لك بمنتهى الصراحة، هو الراجل كافس اعتمد عليه، بينما خلاص احترافيا هو نهايات أيامه مع النادي الأهلي كموسم يعني، ربنا يوفقه. وبالتالي هنا بقى فكرته دي لا يمكن أحد أن يحاسبه عليها إلا هو واللجنة الفنية مدعوما بقرار وإدارته حين تتحدث معه عن طبيعة النتائج. لكن أنا نفسي بس الناس تاخد شريحة مباريات كاملة بالضبط. يعني تقيم عمل على بعض، إنما امبارح لعيبة كتير بره الموضة، الله يرحمك كابتن جاري وكلنا عاصرناه، أنت لعيبة وإحنا صحفيين، كان بقول لك أما يبقى في 4-5 في الفرقة وحشين ما تكلمنيش عن الكورة. وماتش الجزائر أنا فاكر بعد ما الجون جه قال بقت ماتش اللعيبة، يعني بقى ماتشو كنتو خلاص، بقى الدقيقة الرابعة بقى ماتشين، لا ينفع يصفر لك ولا ينفع ينده لك ولا تعالى كده أبو الهن ولا كذا. فهنا لو قاعد أنا خبير محلل، احنا نحاول أنا مثلا والزميل عايز محمد القوصي باقترابنا من كتاب الكورة، مش بإن احنا نتكلم في 4-6-8، إن احنا نقول هو ما جراش اللعيب ليه 14 كيلومتر، هو لعب براجل وينج رايت وإحنا ما شفناهوش قبل كده وينج رايت. لكن كمان أنا عايز أفرض صيغ، ما هياش شغلتي، لكن في أخطاء، في أخطاء طبعا. التشكيل بقى فرض عليه، هو نسى شوية وللأمانة برضو إنه يصعد مثلا الاتنين لعيبة منهم العربي وشادي، ده الاسمين اللي عندي يعني. إن أنت إن أنت كان لازم يبقى جزء من عملك إنك موجود يا سيدي، ياخدوا بوش مع الفرقة برضو، وجهة نظر تعد مراقب مش فني، هو أدرى بقى بشأن فريقه وعايز يوديه فيه. احنا بنتكلم بنتكلم بالزبط. وجهة نظر فنية الأول مراقب. إن أنا مراقب. وبالتالي أنا أقول له إنك أنت يا ترى ما عملتش ده ليه، وكنت أتمنى إن الأسئلة حتى تبقى من النوعية دي. والنهاردة كان في جلسة فعلا، وممكن بالزبط. وارد جدا كل الأسئلة دي كان موجود النهاردة، كابتن محمود الخطيب، سيد عبد الحفيظ، لجنة التخطيط، الكابتن زكريا ناصر، في طرح آخر ما ينفعش، أكيد بيكلموا فني، ما ينفعش تبقى بتدور على لعيبة وكل ذو عينين كرويتين، لأنه اعتدنا إن أنت وأنت بتتكلم في النادي الأهلي الكلام يبقى واضح. اتنين لعيبة زي واحد زي محمد شريف، ناصر ماهر، يحتاجوا مراجعة منه، لكن هو المسؤول في الآخر، هل يتوافقوا مع أسلوبه؟ كلنا كنا شايفين أزاره عمار حمدي، عمار يعني جدا. في لعيبة مميزة معارين، معارين هل هو هيحتاجهم؟ ده فكر، ده فكر زي ما بيقول، هنا تطرح بقى. تطرح هنا تطرح، ايه رأيك في ده؟ هنا بقى صاحب هنا بقى أنا بطرح. كلنا شفنا أزاره، مش حسينا، مش حللنا، شفنا أزاره يعني مهاجم يعني يشق له الغبار، ومع ذلك هو شايف ان ده مش الانسب. طب انت تعمل ايه بقبل ان انت المسؤول عن الصفحه؟ مش حدش هيقدر يكتب الا القوصي، وكل الناس بيقولوا ان ازارو كان يبقى موجود كان هيبقى مفيد اكتر، هو شايف ان هو مش انما موجود. ده حق الناس ان احنا نطرح عليها ده، احنا معاكم، احنا شايفين 2-3 لعيبه بره يغنوا الاهلي عن سؤال المحترف اللئيم، واخد بال حضرتك، والاهم ان هم جزء من كيان النادي لانهم اولاد النادي. وانا متاكد ان لجنه التخطيط بتقوم بدوت بدور، اعتقد ان دور مهم جدا، انه كمان زي ما احنا قلنا احنا لا نفرض قرار على صاحب القرار، لان هو فايلر هو صاحب القرار، لكن ازاي؟ كل عشان تحاسبه ازاي، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان حتى لما بننقد تشكيله او بنقول احنا من وجهه نظرنا احنا شايفين كذا، احنا بره الملعب، لان كنت مدرب وعارف، لكن خلينا برضو الحديث عن الأخطاء. على فكرة أنا بنقض طريقتك وما بديكش فرصة ترد عليا، يعني إيه أنت ما لعبتش بعصام والقوسي ليه؟ بالظبط، ما بديكش فرصة عشان تقول لي أصل هم رجليهم وجعاهم أو أنا مزرجن معاهم. بمناسبة رجليهم وجعان عندنا قالب عليهم على طول، قالب عليك تاني، أنت ما بتردش عليا ليه يا كابتن؟ عند بالمناسبة برضو اللعيبة والإصابات، أعتقد كان ليها برضو دور إصابات النادي الأهلي الكتيرة في الفترة اللي فاتت، أثرت على الشكل الفني داخل الملعب، ويمكن أثرت كمان على الدكة شوية، ما كانش عندنا حد يقدر ينزل يأدي بشكل مميز، لكن كل ده هنتكلم مع ضيوفنا فيه بس بعد الفصل. رجعنا مع حضراتكم، وكان حوار ساخن قبل الفاصل عن طبعا تداعيات هزيمة النادي الأهلي امبارح وفوز نادي الزمالك، وداني بقرر مبروك لنادي الزمالك، مبروك ان هو كسب مباراة، اعتقد مباراة مهمة جدا في مشواره على المستوى المعنوي، لكن كان مهم ان احنا نقول كمان مبروك لنادي الزمالك. استاذ عصام، استاذ محمد، كنا وقفنا على التشكيل، وتسمحوا لي اتكلم في النقطة دي شوية، ان
التشكيل من وجهة نظري زي ما انت قلت يا استاذ عصام ان كان ممكن جدا عنده فكره عايز ينفذها انه يلعب بثلاثه في نص الملعب وارد. اللي انا شايفه ان الفكره دي يمكن اتطبقت في ماتشات قبل كده وهو عدل فيها مستر فايلر عدل فيها وكان شكل النادي افضل شويه ان احنا دايما النادي الاهلي بيلعب 4 2 3 1 بيكون عندك طرفين. فبدايه من التشكيل اعتقد كان في اخطاء في التشكيل مش اخطاء كافراد ان حمدي فتحي وحش او عمرو السوليه لكن في توظيف أيوة. اللاعبين ووضع كل لاعب في المكان المناسب ليه على المستوى الفني على المستوى البدني على المستوى الخططي ان اقدر اادي في المركز دوت. انت شايف الجزء ده ازاي يا استاذ محمد؟ لا يعني الجزء ده هو التغيير اللي عمل ده ما تنفذش بشكل جيد. ما خلى عندك طرف فاضي جدا ولا الطرف اليمين كان فاضي تماما محمد هاني ما كانش فيه اي دعم ولا اي مساعده ليه. انما حطيت ثلاثه بقت الدنيا اداء الهجوم بتاعك اقل كتير أقل جدا يعني بالرغم ان جات لك فرص وفرص مهمه جدا ولو كنت حرزت وسجلت فيها كنت خلصت معاك بشكل كبير جدا وكانت علتك معنويا وكانت هزت المنافس بشكل كبير رغم كل هذه الاخطاء. الاهلي كان بوسعه مش يخسر المباراه 3-1 كان بوسعه انه يكسب المباراه بالثلاثه كمان يعني ودي مش مجامله للنادي الاهلي لو انت حسب بس كان في النهايه محدش هيقول لك حساب فرص وفرص ما فيش مشكله يعني لكن الاهلي لعب ووصل وكان ليه اداء رغم كل الاخطاء دي. فهو الراجل دخل وعمل التجربه بتاعته والتجربه ما حققتش نجاح اكيد هيعيد ترتيب اوراقه في الموضوع اكيد هيعيد نظر كبير جدا في الامر ده اكيد الخطه اللي كان بيلعب بيها قبل كده واللي كانت بتكسر الدنيا وكان الاهلي دايما بيكسب 3-4 و5 اللي هي 4-2-3-1 اللي كانت بتصنع لك جناحين قوي جدا وبتصنع لك ضغط هجوم قوي جدا وكانوا حتى الديفندرات بيهاجموا معاك بشكل كبير جدا. اعتقد ان هو هيرجع ما اعتقدش ان هو هيعاند ويصر على هذا الشكل حفاظا على نفسه وحفاظا على النادي الاهلي لان هو كمدرب اللي كان بيعمله قبل كده هيعمله هو ما حصلوش تغيير هو اللياقه البدنيه ما هبطتش فمش قادر ده فكره هيجيب اللعيبه اللي هتقدر تنفذ وهترجع لك اللعيبه المصابه يعني عندك حسين الشحات ورقه مهمه جدا اعتقد لما يرجع هيكون اضافه كبيره جدا احمد الشيخ ان شاء الله راجع احمد الشيخ لما يرجع يعني في اكتر من ورقه كهربا بعد الوقف ان شاء الله يكون موجود ربنا يكرم ان شاء الله كهربا لو رجع ان شاء الله بعد ما ينتهي الايقافات في العشر مباريات دي اكيد هيرجع كل دي اوراق مهمه جدا غابت عنك يعني فاعتقد ان ده هيكون ليه تاثير جدا في المرحله المقبله وباذن الله اعتقد ان قبل المباراه المهمه جدا بتاعت الوداد هيكون الاهلي وصل للمستوى الكبير المهم اللي احنا نعرفه ان شاء الله ان شاء الله. طبعا عايز نقفل بقى ملف النادي الاهلي خالص لان انا في اعتقادي كمان على الجماهير كمان ان شاء الله باذن الله احنا بنقفل ملف اكيد في اخطاء الاخطاء دي ان شاء الله تتصلح في اداره فنيه مسؤوله عن الكلام دوت كل اللي يهمنا دلوقتي نقدر نقول ولاد النادي الاهلي ان احنا سبورت للنادي سبورت للعيبه نديهم الثقه ان شاء الله باذن الله لان اللي جاي هيكون اصعب ان شاء الله واللي جاي يا استاذ عصام دوري نشوف الدوري اعتقد وعندك كمان ماتش افريقيا هو الناس بس بيقلقها الجزء بتاع الفنيين بيطلعوا يقولوا كلام غريب جدا الحقيقه غير بقى فكره التحول اصلا يعني انت قلت انا بحاول ادي بطريقه واكد الاستاذ محمد ان هي نفس الطريقه بس بدل قفشه حد شغلته الجناح لكن ما هو قفشه قاتل فيها لغايه ما يرجعوا الراجل انما مثلا ما حدش بيقول انه هو مش حكايه هيغير طريقته هيكون جهز اللاعب المناسب للطريقه اللي اكتشف فيها مين بادجي خلاص اهو اكتشف بادجي باللعب على الجناحين بقى معاه مهاجم هيقدر ينجز المهمه لكن الزمالك كان منظم بلعبه المعتاد من الراجل طب ما انت قول للناس ده بدل ما تدخل الجمهور في عركه ها انت ليه بتقول لماذا خسر الاهلي ما بتقولش لماذا فاز الزمالك يا سيدي الفاضل لو ضبط يعني الأغلب الأعم من المحللين الأدوات بما فيهم كمان حتى اللي بيشتغلوا مترجمين وأنا لازم أقول ده للناس مع الأجانب إحنا عاصرنا ناس محترمة كان بيترجم حبا في النادي مع هولمان يا كابتن هاني كان بيقول بقى ينفع كده رمزي ده لعيب جايلي بعد ما احترف في بروسيا دورتموند وهنا 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 وحطوا له في المدينه اسمها ايه كايزرسلاوترن تمثال جاي هنا ما بيلعبش فاللي بيترجم يقول لك ايه لا رمزي هيتحسن وكذا لابد ان انت تعرف ان الجمهور ده مش مدير فني انت مش بتدي له حصه في اكاديميه ولا كمان تغير له الواقع لكن قول له كلام مهم من النوعيه اللي حضرتك كلمت فيها فنيا ان الراجل ليه رؤيه من نوعيه ومش بجامل استاذ محمد ان انت وانت بترصد تاكد للناس ان كل الحقائق دي ومنها السلبيات بيخرج منها ايجابيات صحيح ده حال المجنونه اللي كلنا بنحبها اللي اسمها الكوره وكل دوت فرحنا بيه بعد عوده الدوري يعني كل الكلام ده فرحنا بيه جدا
ما كناش هنقعد نتناقش والناس ما كانتش هتتفرج على اهلي وزمالك وكان الموضوع هيبقى صعب. لكن عوده الدوري وماتشاته اللي انا شايف ان بعد كل مباراه حتى المستوى البدني والفني بيزيد درجه درجه لصالح طبعا الكابتن حسام البدري ومنتخبنا القومي. ان شاء الله باذن الله يعني ده يكون سلمه زي ما هيكون ان شاء الله سلمه للاهلي انه بيجهز نفسه لافريقيا والزمالك بيجهز نفسه لافريقيا كمان الدوري بيجهز كمان لاعبتنا للمنتخب مصر. رؤيتك للدوري ناخدها في المربع الذهبي وخلينا نقول المربع الاسود اللي تحت يعني طبعًا. النادي الاهلي طبعا متصدر زي ما احنا يعني شايفين متصدر ب 56 نقطة الزمالك 42 زمالك. 39 37 بتكلم اهلي زمالك بيراميدز والمقاولين العرب لا ده الرباعي اللي شغال هنا كابتن هتلاقي يعني عندك سبع فرق طبعا الاهلي في منطقة لوحده خلاص تبقى يعني ان شاء الله تشوف محسوبه بالنسبه له. عندك صراع على المركز الثاني الزمالك وبيراميدز والمقاولين صراع كبير جدا مع الاخذ في الاعتبار يا جماعه ان الزمالك هيخصم منه 3 نقاط في نهايه الموسم طبعا ال 42 دول يعني هيتقسم يعني كده 39 بالظبط مباراه الاهلي الدور الاول. بعد كده عندك المركزين السادس والسابع انبي وسموحه تقريبا دول اللي نقدر نعمل المنطقه الدافئه لا تضم الا فريقين فقط يعني دول الموجودين. بعد كده عندك 11 فريق في صراع من اجل البقاء وده يعبر عن قوه المسابقه وقوه الدوري. واعتقد ان المباريات المقبله هتشهد صدام عنيف جدا بين الفرق. يمكن اسوان كسب الماتش الاخير فكانت اضافه كبيره جدا بالنسبه له طلع الجيش كسب كمان بالظبط يعني. لكن اي حد من المركز الثامن يا يعني كابتن لغايه المركز مثلا ال 15 اي مكسب ممكن يطلع اي حد خمس ست مراكز. انت حضرتك بتكلم المركز الثامن الانتاج الحربي عنده 24 نقطه وعندك 20 وعندك المصري وادي دجله 20 20 نقطه في المركز يعني ماتش واحد من مكسب بيشال الدنيا الاخير 8 نقط كمان اوسي من الثامن للاخير الفرق 8 نقط ففعلا هيبقى صراع رهيب لا يعني. فاحنا داخلين اعتقد ان الامور هتبقى جامده جدا وده هيكون زي ما حضرتك قلت للمنتخب والكابتن حسام البدري بشكل اقوى. كل ما المنافسه اشتعلت المنافسه اللي في القاع اكبر كتير جدا من المنافسه اللي في القمه. منافسه القمه خلاص شبه تقريبا منتهيه لكن ده مش معناه كمان ان الدوري حسم بالنسبه للاهلي اللي حضرتك برضو يا كابتن هاني قلت جمله ان الهزيمه دي بتدي الاهلي اصرار ان لسه في مشكله عندك لازم تقاتل من اجل حسم البطوله بشكل نهائي. لان لا قدر الله حصل تراخي في ماتش او اثنين او ثلاثه تاني زي كده ممكن تحصل لك مشكله في المسابقه مشكله في عدم ثقه. وانت خلي بالك مشكله عدم ثقه دي اهم يعني انا في رايي اصعب حاجه. المشاكل الفنيه بتتحل لكن انك تخش في مشكله عدم ثقه ده مش كويس. كمان انت بتبص طبعا للزمالك الزمالك فقد في الثلاث مباريات اللي عدوا فقد 4 نقاط. تخيل لو كان زي كسبان الاربع نقاط وكسبك في الماتش ده كان ممكن يعمل ضغط كبير جدا عليك يعني. فانت محتاج طبعا بالنسبه دي الافاده كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان يفوق من هذه المباراه لما هو قادم سواء محليا او افريقيا يعني. فانا اعتقد ان المرحله المقبله ستشهد منافسه كبيره جدا من كل الفرق. فكل الفرق اللي هتقابلك بنفس الشكل وبنفس المستوى بنفس الاصرار وبنفس الحماس. لان بقدر ما هو عايز يعمل كمان مباراه قدام النادي الاهلي هو محتاج الثلاثه بونت منه اساسا يعني. صحيح. ففي صعوبات كبيره جدا القادم فعلا صعب جدا. واعتقد النادي الاهلي مش من الفرق اللي ممكن ضربه يعني تقطم وسطه او تقعه. دايما النادي الاهلي في 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 سنوات كتيره جدا والتاريخ بيقول كده النادي الاهلي يعني مش ما بيكرش بعدها. النادي الاهلي الضربه بتقويه فعلا بالظبط بيقف ويرجع تاني على رجله تلاقي الماتش جاي بشكل مختلف ويلعب وينتصر ويقعد لانتصاراته تبقى الامور عاديه جدا يعني. استاذ عصام رؤيتك في المقعد الافريقي احنا بنتكلم طبعا في بيراميدز موجود في المقاولين العرب موجود الاتحاد السكندري ممكن يعني بعيد شويه لكن ممكن يخش الحرب على المقعد الافريقي بالنسبه طبعا للكونفدراليه ده برضو بيكون مهم جدا لبعض الانديه وخاصه المقاولين يعني. انا امنيتي انه الاتحاد السكندري وبعده المقاولين الهيئه لانه احنا اللي جاي لازم يبقى ضمن ملفاتنا الانديه الجماهيريه كابتن ده هنعمل ان شاء الله يعني. فعلا حلقه ان شاء الله يعني. لانه لا يوجد في العالم النموذج اللي يطبق مصر ده زي ما قلنا على الفار وسنينه اللي لازم يتفتح ملفه لان المنافسه الحاميه تحتاج عدم ذهاب جهد الناس سدى. لازم البروتوكول يبقى مترجم ومعلوم مش مره يقولوا الراجل بيقف عشان يسمع وبعدين يروح ومره تاني يقولوا لا ده بيروح الاول وبعدين يقرر هو والزملاء في الكابينه ومره ثالثه يقولوا اصل ما فيش كهرباء. دي اساءه لبلد اسمها مصر كرويا وغير كرويا. وبالتالي ادواتك يا كابتن هي اللي لازم تتراجع كويس قوي لضمانة المنافسة الأكثر شراسة دي وحمايتها لأنه هذا هو تسعير الدوري يا كابتن وبقاؤه في ظل أن احنا يفترض أن احنا الدوري اللي يبقى الأهم عربيا وأفريقيا والجزء الآخر
هو ملف يسمى اللعب المالي يا كابتن، واللعب المالي يساوي فورا أندية جماهيرية، ما دون ذلك مش موجود الموديل ده في العالم بمنتهى الصراحة. ولا كان السيد عبد الرحمن بن منصور بن زايد ربنا يوفقه ما كانش اشترى المان سيتي، كان اشترى نجوم العالم وعمل نادي، ولا كانت شركة طيران عربية كلنا بنحترمها ما عملتش استاد باسمها، كانت اشترت نجوم العالم وعملت فريق. لكن هيسوق منين يا كابتن؟ أنا وحضرتك والأستاذ أوصي هنشتري تذاكر للأندية دي، هنشتري شمسية، وأنا آسف إن حوار مكرر من العبد لله يعني، هيهم البث إنه يديني فلوس زيادة عشان عارف الريت بتاع جماهيري قد إيه. ده ملف خطر على صناعة اسمها كرة القدم المصرية، بضمانة المنافسة اللي ودانا ليها الأستاذ محمد واللي حضرتك نتاجها لاعبا ثم محترفا وهكذا. أعتقد إنه أوان مناقشة كيفية الحفاظ على دوري كلنا عايزينه يفضل على السخونة. لا كمان يعني حربه ان احنا نحافظ على دوري وان احنا نقيم الدوري ونعظم فيه، ونقطة ربطتها بأسعار اللاعبين وعقود اللاعبين وكيفية انك بتتعامل مع لاعبين عقودها الى حد كبير اكبر من الفاليو بتاع الدوري المصري، ده مهم جدا. والنقطة كمان المهمة والأكثر أهمية عودة الأندية الجماهيرية داخل مسابقات الدوري الممتاز، ده شيء مهم جدا. ضمانة الصناعة مش بس مهم، ضمانة الصناعة صحيح. لا وكمان متعة كرة القدم مين الزبون يعني في التسويق، أنا بتكلم بقى في الصناعة اللي هي كل الناس ها هي ليه بتخلق جماهير متعة؟ لأنه فيها عاملين وفرص صحيح. عمل وكلام كبير صحيح. قوي والله العظيم، وبالتالي دي ضمانة الصناعة. كنا في أيام حضرناها كده تلاتتنا بيبقى يوم مش يعني ما يعديش بالسهل، على مين بقى؟ على الأهلي والزمالك في المنصورة أوسي وفي المحلة والمحلة وطبعا اسكندرية وبورسعيد وكده. أنا بكلمك على اللي مش لاقي لهم على الترسان. أنا عايز أعرف أنت ليه رايح تستثمر فوريفر كده وما تقوليش فين الشركة دي، بينما يكفيك أن تضع اسم على الترسانة مثلا وتبقى شراكة معاه طبعًا. على السويس يا عم وتبقى شراكة معاه. الملف ده ملف كبير جدا، الملف ده غاية في إن شاء الله يعني توعدونا تكونوا موجود معانا كرة القدم في البلد دي واللي بيسمع في الاقتصاد العام يا كابتن. ده مهم، ده مهم جدا، عشان كمان ضروري نحب نكون الترسانة موجودة، غزل المحلة موجود، النادي الأولمبي، يعني كل الأندية الكبيرة اللي أنا يعني وأنا بلعب لعبت ضد الأولمبي، وكان استاد القاهرة كان فيه 80,000 متفرج بتكلم على مباراة ما كانتش مذاعة، فطبعا الجماهير عايزة تروح تتفرج على نادي الأولمبي، بنتفرج على النادي المنيا. طبعا الجماهير اللي بتديك حياة في الملعب، انت لو جيت لعبت فيه ماتشات يعني لو رجعنا افترضنا رجعنا الجماهير بكامل قوتها دلوقتي للدوري المصري، هتلاقي فيه ماتشات في الدوري المصري بين فرق ما فيهاش 200 واحد، ده حقيقي يعني فرق بلا جماهير، فرق اسماء، ممكن الفرق دي تبقى كويسه وفيها لعيبه وعندها فلوس وبتصرف، لكن مش هيبقى ليها وجود جماهير في الهدوء. فالنقطه اللي قالها الاستاذ عصام دي نقطه مهمه جدا، الانديه الشعبيه لازم تبقى موجوده، لازم تبقى مدعمه ويستثمر فيها، هي تستثمر، هي دي الشراكه الحقيقيه يعني. بالظبط يعني زي ما هو قال لك ان راح اشترى المان سيتي، راح عمل فرقه جديده طبعًا مثلا يعني. مش هينفع يعمل فرقه باريس سان جيرمان صح يعني، بس كمان خلينا نتكلم بكل امانه ان اللي انا مش هستنى كمان المستثمر يجي لي، انا كمان على الانديه ديت لازم نشتغل بشكل بروفيشنال شويه. ايه اللي ممكن نساعدها؟ عندها موارد، هجيب موارد منين؟ لان في اعتقادي لو اشتغلوا بشكل اكثر احترافيه لا عندهم ممكن موارد تمام. فدي تمام. نقطه، لكنه كمان محتاج اللي حابب يستثمر في الكوره، ما هي بتبقى فرص زي ما الدوله كده بتطرح اراضي وصناعه واراضي مزبوط. في شرم الشيخ والغردقه وكذا، اصلا دي كمان افكار مطروحه، خاصة إن البلد متحركة لقدام في عنوانها مصر الجديدة ده، وبقت بتنقي الطريق نحو استثمار والشباك الواحد وكذا. ده كلام في الكرة مهم جدا يا كابتن، لأنه أنت في الآخر يعني ما اللعبة خطيرة قوي على فكرة. ليه؟ تقول له أنت بتكسب منين؟ يقول لك كسبانين 80 مليون. ليه؟ زايد على لعيب وباعه يا أوصي ب 80 مليون لحاجة نادي شعبي كبير زي الأهلي والزمالك. لا 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 طيب حد ساله بقى اللعيب ده دخلك كام لما اشتريته بجنيه او بمليون؟ بعت التيشيرتات اكتر؟ لا بعت التيشيرتات اكتر قبل بعته هو بكام؟ ها البث التلفزيوني اول ما عرفوا ان رمزي وقوسي وشلتوت جم بدا يفاوضك على ريت اعلى وكذا. الموضوع كبير قوي ومهم قوي، وانديتنا الشعبيه
الشعبية في كل تشكيلات مصر، ولاحظ ان كل العالم وانت لعبت في ألمانيا من العيب انك تكون في محافظة بتشجعش فريقها حتى لو بتشجع واحد من الكبار. لكن طبعا يوم ماتش طبعا يوم ماتش كايزر وعسودة لو واحد بتاع بايرن مسكوه بقى خاين. مظبوط، ده اللي كان بيحصل في المحلة وفي المنصورة العظيمة وكذا. أبكلمك في قصة أقدر أن تفتح هنا، لأن دي المؤسسية اللي دايما كانت بتعمل طفرة هي النادي الأهلي. إن شاء الله نوعد حضراتكم، والملف ده مهم جدا ونناقشه، لأن ملف كبير ويخص بس مش أندية الشعبية بس، يخص كمان اقتصاد البلد. اقتصاد البلد لأن دي طبعا. فخلينا نروح لجزئية تانية خالص. الكابتن حسام البدري، الكابتن حسام البدري مشكورا يمكن قعد مع اللجنة الخماسية وكان بيتكلم إن هو أنت عارف طبعا الفيفا حطت مواعيد أجندة دولية في يناير ونوفمبر، فطبعا ده عمل جزء او مشكله للجنه الخماسيه، لان احنا قلنا الدوري هيخلص 30 اكتوبر يمكن اول نوفمبر. فكابتن حسام البدري قال خلاص ممكن جدا استغنى عن المعسكر من معسكراتي في شهر اكتوبر على ان ياخد اسبوعين في معسكر نوفمبر. الموقف في منتخبنا ازاي في الفتره اللي جايه وطموحات الكابتن حسام البدري؟ يعني بالنسبه لمنتخبنا احنا مقدمين على التصفيات الافريقيه كاول حاجه لينا، ودي موقفنا فيها الحالي دلوقتي موقفنا مش كويس، لان احنا لعبنا ماتشين خدنا نقطتين من الماتشين بالظبط مع كينيا وجزر القمر يعني. فطبعا مهم جدا ان الامور تنضبط بالنسبه للكابتن حسام البدري، بالنسبه للدوري، بالنسبه للمعسكرات، لانك انت ما قدامكش حل غير انك انت تكسب كل الماتشات اللي جايه ان شاء الله عشان تقدر التأهل. هيبقى موجود باذن الله، ما فيش مشكله هتتأهل تحت اي ظرف من الظروف يعني، لكن مش منتخب مصر اللي اتحط في مأزق بسبب النتائج اللي حصلت دي. اعتقد ان اللجنه الخماسيه هتعمل حساب ده، لكن في النهايه انا ممكن نظر ان استمرار الدوري هو الاهم والاقوى، هو اللي هيجهز لك اللعيبه بشكل افضل، انك بتلعب ماتشات ومنافسات واحتكاكات قويه والفرق كلها داخله على محطات صعبه جدا ما بين البقاء وبين الخروج من المسابقه. اعتقد ده هيعلي اللياقه البدنيه، هيعلي اللياقه الفنيه للاعبين، هي ممكن يظهر وجوه جديده للكابتن حسام البدري يسد له عجز في بعض المراكز. اعتقد مهم جدا ان ده يستمر، بالاضافه الى معسكر مثلا في اضيق الحدود يقدر يتعامل بيه ويجمع اللعيبه ويقف عليهم ويحصل نوع من التجانس والتفاهم والانسجام، لانه مهم جدا المعسكرات حتى لو كانت مهما كانت محدوديتها مهمه جدا عشان تعمل النوع من التقارب بين اللعيبه ده والتفاهم في التدريبات والمعيشه. ويعرفوا طبعا كابتن حسام ايه خططه وفكره يعني ازاي عشان يقدروا ينفذوا. فهو يقدر عنده بعض الافكار يزرعها جواهم وبعض الخطط اللي يقدر يمرنهم عليها بشكل كبير جدا، فده مهم جدا ان يعتمد عليهم. مهم جدا اتحاد الكره يتوح له فرصه، طبعا هو من حقه، لانه مش معقول هو هيفضل قاعد كل الوقت ده لغايه ما تيجي الاتحاد الافريقي يحدد المواعيد وبالتالي ما يلاقيش اي حاجه. خلي بالك انه كابتن حسام بدري بخبرته وانه اشتغل مع جانب ثم ارتقى لرتبه المدير الفني، هي هو اللي اختار زي ما الاستاذ اوسي قال او اشار انه يلعب اكتر، لانه حتى الماتشات الوديه هتبقى فيها صعوبه شويه، خاصه مع مستويات انت حابب تتدرج معاها او تجيب من فوق او من نص، وبالتالي سمح باستمرار الدوري على ان يلتقط معسكر ليه ألفت بقى الخطه زي ما انتوا بتعملوا الخطه اللي هتلعب عليها، واذا كان في لعيب داخل على جسم الفريق جديد او كذا. كنت اتمنى بقى ان اللي بيدير يبقى عنده لجنه فنيه تبقى ناقش ده من بدري مع حسام البدري، مش دلوقتي تيجي تنتظر ويسموه ايه كما قرر المدير الفني. لا، الموضوع كتلة على بعضها، لكن الحقيقة اللي عمله منتهى الاحترافية انه يختار استمرار المسابقة لمصلحته ومن ثم المصلحة تيمه، ليه في وقت نظر فيه التوافق على مباريات خلاص يعني لا زالت الدنيا ما اتفتحتش كما كانت، وان شاء الله تعود يا رب العالمين. وبالتالي دي الاختيارات المحترفة، لابد ان ادارة المحتوى تبقى على نفس القدر اوسي من الاحتراف ده. لازم منتخب مصر اللجنه الفنيه ده كنا اتكلمنا فيه قبل كده ان دي لازم تبقى اساسيه موجوده في اتحاد الكره عشان تدير ملفات كبيره جدا ومهمه يعني، او مدير فني يا جماعه. المدير الفني موجود، المدير الفني موجود، بس مع احترامي الكابتن محمود سعد، كابتن محمود سعد عشره، لكن ده هو اللي بيقول لك انا ماليش دعوه بالفريق الاول ولا المنتخب الاولمبي، انا من بعد دول ما ولا المنتخب الاولمبي كمان. طبعا طبعا لا، ما طبعا طبعا علامه استفهام، هو اي مدير فني في العالم بيبقى مسؤول عن كل المنتخبات
يعني منتخبات الناشئين والاولمبي وحتى المنتخب طبعا الاول طبعا بيسيدي ولو انه بيبقى قاعد معاهم وهم بيتكلموا بالبلد يعني المدير الفني يا كابتن بيشتغل لوحده ولا معاه لجنه المفروض بيشتغل عليها المفروض مش اكيد المفروض لجنه هو رئيس الاداره الفنيه في اتحاد الكره بالظبط معاه لجنه تمام بتشتغل وبتناقش مثلا الكابتن حسام البدري عنده معسكر مع فريق كذا فبتبدا تقعد والله ده المهم حتى على المستوى الفني مع المدير الفني ايوه تيم ورك مع المدير احنا مفتقدين ده يعني انا افتكر في 2006 وقلتها كذا مره ان يعني ماتيا زمر كان ده لعيب كبير وكان ماسك المدير الفني للاتحاد الالماني هو اللي بيحط اوريدي هو اللي بيحط الخطه المستقبليه طبعاً. الفنيه طبعا يا كابتن لقطاعات انه للمنتخبات وبيكون في مناقشه واضحه مع المدير الفني للمنتخب الاول الاستراتيجي الفني بتاع المانيا رايح فين بالزبط. لكن الراجل بقى يجي لوف يختار هاني وعصامه محمد ده موضوع تاني ما هو ملوش دعوه لكن الاستراتيجي ده ما انت كل الحاجات هنا بتدار كده زي ما وصفت لك امبارح ناس دخلت وناس جت وناس ما جاتش وكان في مدعوين خصوصي وحاجات كده لانه يقول لك صرح فلان ما فيش حاجه اسمها فلان في ادارات على الارض في بلد بتتغير اولا ان الكره اول حاجه تتغير فيها كره صناعه بهجه كابتن وصناعه امن قومي يا جماعه لابد ان هي تبدو في ابهى تطوير ليها وفرصه ان الفيفا رضا مقابل اسم مصر ان لوائحك تبقى مطابقه انا عندي سؤال مهم هم ليه ما بيترجموش الخمس الاتحادات الكبرى عربي وتبقى دي اللائحه المصريه انا مش قادر افهم لانه ما شفتش اتحاد من الخمسه الكبار والكل انا بجيب لهم بس الاخر يعني كلهم نفس الحاجات والله ما في خلاف غير ان ده بالالماني ويستفيد ليها محمد ده هي محطوطات الفرق ان ده بالالماني وده بالانجليزي وده بالفرنساوي وده بالاسباني وده بالطلياني تقصد ان في مبادئ اساسيه كل ماشي عليه وعلينا ان احنا على الاقل لو ما عملناش مبادئ خاصه بينا على الاقل والا ما كانش الفيفا قال انه جايب لجنه لتواكب الاداره المصريه منظور الفيفا لا هو حضرتك بتتكلم مظبوط والحته ان احنا دايما يبقى عندنا منظور وعندنا لجان وعندنا خطه مستقبليه دي عندنا مشكله شويه فيها في خاصه في كره القدم يعني أيوة. الخطوط او الخطط المستقبليه او تنظيم المنظومه من الداخل تنظيمه احترافيه وليه لا كنا ممكن في خلال سنتين ثلاثه نجيب المان ونجيب انجليزي يشغلوا ويدوروا الدنيا ويورونا مش عيب ان كمان والكوادر اللي طالعه تتعلم منهم لغايه ما يعني هو ده كله ده مش عيب يعني خالص ولدينا خبراء بيشتغلوا في كل المجالات في كل العالم يعني مش عيب لما نستقدم ناس زي ما بنصدر ناس يعني ما ده مش عيب وان شاء الله نتمنى يعني الفتره الجايه تكون افضل ممكن يحصل لو كان عندك نيه لاصلاح منظومه كره القدم اذا توفرت هذه النيه وتخلصت من مش هقول الانانيه يعني اشتغلت لمصلحه البلد مش لمصلحتك ولا لمصلحه الجمعيه العموميه لمصلحه الكره في مصر فتقدر تجيب خبير الماني انجليزي يدير على فكره مش عيب انت المدير الاداري هات واحد يدير فني هات واحد يخطط للمستويات هات واحد يحط لك وليه الدوري الانجليزي عارفين ميعاده اللي لسه ما بداش هيبدا الساعه كام وهينتهي الساعه كام واللي احنا كل سنه بنحط في الورطه دي ليه احنا دايما كل سنه في نفس المشكله ما ده سوء تخطيط ما عندكش خطط طويله الاجل يعني اعتقد ان الامور كلها واضحه انت تخطط لمستقبل كره القدم تحط خطط طويله الاجل وخطط قصيره الاجل ويبقى عندك اهداف عارف انك انت عايز بتسعى لها وتوصل ليها اعتقد ان ده لو كان موجود وفي اتحاد كوره اشتغل بالشكل ده وتخلصنا من المجاملات والمحسوبيه والحاجات دي ولا انا جامل النادي ده ولا جامل النادي ده اشتغل لمصلحه الكوره في مصر اعتقد ان احنا نقدر نوصل لمستوى كويس جدا عالمي يعني. اذا رحت بده لمساحة زي ما بتشعر جماهير الأهلي والأغلب العام من محبيها تعرف هو ليه دايما بيبقى حواليه حزام نار لأنه هو اللي دايما بادئ فكرة التطوير سامي دايما ثم انت كده بتضايقنا انت كده بتطلب بالنموذج العالمي يا عم احمد انت بتطلب ان احنا نبقى زيك صح احنا مش عايزين نبقى زيك لا احنا عايزينك انت تبقى زينا ده حقيقي ده حقيقي يعني انا عمال اطرح ده كله عشان في النهايه يعني مش في نهايه البناء يعني واحنا بنناقش ده نقول هو ليه الحكايه دايما بتبقى مش عاجب اللي بيدير راي النادي الاهلي لانه في الاخر هو الحكايه سهله انا عايز اعرف ليه الناس تعكف على لائحه بينما في خمس لوائح عظمى بتدير العالم سؤال انا مش سؤال فاهم لازم نناقشه لكن خلينا اروح معاكم يعني
مش هروح لبعيد قوي يعني، قول مثلا من 2010 2008 2006 كان دايما الشارع المصري تقول له مين منتخب مصر مين هيلعب بكره هيقول لك ال11 لعيب. هل احنا دلوقتي عندنا قوام نقدر نقول نحط مثلا 13 لعيب للعيب منتخب مصر، ولا الامور بقت ضبابيه بشكل كبير؟ لا عندنا طبعا عندنا قوامين لو هنتكلم على الاعداد يعني، لكن ما عندناش نظام، ما عندناش انتظام، ما عندناش تلنيك. انت لا تعرف اين هو منتخب ربيع ياسين. انا بقول لك كلام وانا مسؤول عنه، كابتن ربيع انت عارف اما نتكلم في حاجه زي كده مثلا الاستاذ محمد اول حاجه يعملوها يشوفوا مين اللي قال لنا الكلام ده، يعني اول حاجه. وانت عشت تجارب منتخبات يدوروا وانت سربت المعلومه دي ازاي. الراجل مش لاقي حد يسال فيه، مش لاقي اصلا اي خطط يقدمها عشان يتوافق عليها. المساله كلها عمل فردي، مين يقدر ما يرصدش ان البلد دي مليانه مواهب، ده الف ب خلاص بقى مش هنناقشه كتير. وبالتالي عندنا اكثر من قوام، لكن احنا عايزين قوام يعني نبقى ماشيين في الطريق السليمه يا كابتن هاني، ده بس الفرق مش اي حاجه تاني. واول ما الماكينه بتظبط بنسبه وبيجي ناس نصف اهتمامهم المنتخبات وكذا، اللي هو العمل الخاص باتحاد الكره له الدوري ولا كذا، ده احنا كل سنه بنأجل حكاية الرابطة المحترفين، مع ان الدوري ده يفترض انه دوري المحترفين المصري على فكرة. صحيح. وبعض الاندية اللي بتشارك ما دون الاهلي ثم الزمالك معاه ورقة انه وفق اوضاعه، دي برضو ما تسمعهاش الا في مصر عشان الكاف يقول لك اصل وفق اوضاعه ازاي يعني. ازاي ده ملف كمان ده مهم جدا، رابطة المحترفين وازاي يبقى دورين الدوري المصري دوري محترف. يعني في نهاية حلقتنا كانت بجد أنا استفدت جدا وكنت سعيد معاك بجد والله يا أستاذ عصام. أستاذ محمد طبعا شرفتنا دايما وبتنورنا وعلى وعد بإذن الله الملفات المهمة جدا وخاصة ملف الأندية الشعبية إن شاء الله تكون على طاولة البيت الكبير، وكمان ملفات كتيرة جدا جدا، وكل ده لصالح الكرة المصرية ولصالح بلدنا ولصالح اقتصاد بلدنا إن شاء الله. إن شاء الله نورتونا وشرفتونا، والفقرة اللي جاية إن شاء الله أسطورة من أساطير النادي الأهلي الكابتن شطة مع سام بعد الفصل.